معي الآن من مدينة الداخلة السيدة غلة بهية، عضو مجلس جهة الداخلة وادي الذهب. مرحبا بك غلة. مرحبا وسهلا أخت فرحانة، شكرا على الاستضافة. أهلا بك. تابعتي معي غلة حديث وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني في حديثه عندما تحدث عن عزم فاعلين عموميين المساهمة في تطور ونماء الصحراء المغربية. أنتم كهيئات منتخبة وكفاعلين في جهة الداخلة وادي الذهب، كيف تنظرون إلى هذا الإعلان الفرنسي؟ نعم، طبيعة الحال نحن كمنتخبين وفاعلين بجهة الداخلة وادي الذهب تابعنا الإعلان الفرنسي فيما يتعلق يعني بالمساهمة في تطوير وإنماء الصحراء المغربية وتمويل يعني مشاريع من قبل مؤسسات مالية فرنسية. هذا يعني يشير إلى اهتمام المغرب بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين فرنسا والمغرب. كتحليل يعني لهذه الخطوة الفرنسية، أن نقول على أن فرنسا تود استرجاع مكانتها يعني التاريخية والتقليدية وهي كشريك استراتيجي للمملكة المغربية، والتي يمكن أن نقول على أنها فقدتها بسبب التشنج السياسي الذي شهدته العلاقات المغربية الفرنسية. وأظن أيضا على أن الإصرار المغربي على اعتماد يعني مقاربة حازمة بخصوص قضية الصحراء والأداء الاقتصادي من الجنوبية يعني كان واضحا. وهنا نتذكر يعني خطاب سامي بمناسبة الذكرى 96 ل 69 لثورة الملك والشعب، يعني كانت هناك رسالة واضحة حيث جاء على لسان صاحب الجلالة على أن ملف الصحراء هو النظارة التي يرى منها المغرب العالم. هنا يمكن أن نقول أن فرنسا فهمت الرسالة، والآن هي تحاول أن تجد يعني موطئ قدم في البنية الاقتصادية المغربية، خاصة مع تخصيص يعني 45 مليار لتطوير البنية التحتية، وأيضا في ظل يعني التنافسية لدول أخرى كأمريكا وبريطانيا وإسبانيا. طبعا قبل فرنسا كانت المبادرة الأمريكية الأسبوع المنصرم من خلال سفارتها بالرباط التي أطلقت تمويلا لتشجيع الاستثمار في مدينتي الداخلة والعيون بالأقاليم الجنوبية المغربية. سقفه الأعلى لكل ملف كان تقريبا 500 ألف دولار أمريكي. غلا، كيف سيكون انعكاس هذه المبادرة الأمريكية على الاقتصاد عامة وسوق الشغل خاصة بالصحراء المغربية؟ ايضا يمكن ان نعتبر يعني هذا الاعلان هو يعني بمثابه ثبات الاستراتيجيه الامريكيه اللي في بعدها الدبلوماسي والاقتصادي فيما يتعلق قضيه الصحراء، يعني وهذا سيكون يعني دحض للادعاءات والتاويلات حول يعني العوده الى الخلف وتراجع عن يعني الاعتراف الامريكي بالصحراء المغربيه في ظل التغيير يعني التي عرفت السلطة الأمريكية. وهذا يبرز يعني التعاطي الإيجابي من طرف الإدارة الأمريكية مع الإشعاع التنموي والاقتصادي التي صارت تعرفه الأقاليم الجنوبية، يعني في ظل المشاريع المهيكلة التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الانطلاق لها في 2016 في إطار يعني نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية. هذه الدينامية الجديدة يمكن أن نقول على أن دعم هذا المشروع الرامي يعني لدعم الاستثمار سيشكل قفزة تنموية في المنطقة وسينعكس على الساكنة يعني بخلق مجموعة من مناصب الشغل. يمكن أيضا أن نقول على أن كانت هناك مبادرة سابقة بتمويل أمريكي وهي منصة يعني رقمية داخل كونكت التي تعمل يعني على إبراز وترويج لمؤهلات ومقومات جهة الداخلة وادي الذهب، وهي كانت يعني بتمويل أمريكي من أجل جذب الاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب. تمام. طيب، أن تكون الداخلة اليوم غلة ومعها كل المناطق الصحراوية المغربية مركز جذب للاستثمارات الأجنبية وتدفق لرؤوس الأموال حتى لقوى كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أيضا، ومشروع أطول خط كهرباء بحري في العالم بجهة إقليم موادنون، أليست هذه الدينامية الدولية تأكيد لمغربية الصحراء
وتأييد لمقترح الحكم الذاتي؟ نعم، يمكن أن نقول على أنه تأكيد وتأييد واضح للمجهودات الدبلوماسية المغربية وتأييد لمبادرة الحكم الذاتي يعني معروضة على أنظار الأمم المتحدة من سنة 2007. يمكن أن نقول على أنه في ظل هذه المجهودات الدبلوماسية للمملكة من أجل يعني التوصل إلى حل سلمي ومفتعل لهذا النزاع المفتعل لو هو يعني حل الحكم الذاتي، نجد يعني بالموازاة قيام الدولة بتنمية اقتصادية ونهوض بأقاليمها الجنوبية. هنا لا يمكن أن نقول على أن لا يمكن أن متابعة يعني قضية الصحراء من الجانب السياسي فقط دون النظر يعني للبعد الاقتصادي للأقاليم الجنوبية والاستثمارات والمبالغ الضخمة التي ضخت في البنية التحتية للأقاليم الجنوبية التي يعني جعل هذه الأقاليم الجنوبية لا جهة الداخل والذهب وجهة العيون أو بليميم وجهة وقبلة لمجموعة من الاستثمارات الخارجية. أذكر على سبيل المثال يعني مشروع داخل تيزنيت طريق السيار، ميناء الأطلسي، مجموع هذه الاستثمارات أو مجموع هذه المشاريع المهيكلة البنيوية اللي في الأقاليم الجنوبية ستحول المنطقة إلى منصة تنافسية، وهذا ما سيشكل يعني ما شكل بطبيعة الحال يعني سبب واضح للدعم الدولي والمتزايد بالتأكيد، وكون أيضا المناطق الجنوبية وخاصة جهة الداخلة وادي الذهب موقعها الاستراتيجي جعلها بوابة المغرب نحو عمقه الإفريقي. سيدة غلة بهية عضو مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، لك منا كل الشكر ولسكان مدينة الداخلة.